عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية. كما وافق مجلس الوزراء على التمويل الخاص المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء 100 جرار سك حديد، وذلك من خلال قرض بقيمة 100 مليون يورو على فترة سماح 3 سنوات وفترة سداد 12 عاما بفائدة 1%. من جانبه قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات في مؤتمر صحفي بمقر المجلس إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له إجراءاته الخاصة في شراء الجرارات من خلال تحديد مكتب استشاري، والذي يقوم بدوره بوضع المواصفات الخاصة وإجراء العطاءات وطرحها على الشركات العالمية.